شايف انا زي ما شايف الكثير من الاحيان ممنوعات تماما، خصوصا انه حاليا ما عندنا بابليك لايبرري. صح؟ لما بدنا نحدد لنا مجال القراءه للجميع في الساحه الفضائيه. الساحه الفضائيه هي اللي اكبر لايبرري، اوبن لايبرري للخطوط يعني. فالتوخان حيكون عباره عن انفورميشن ريسورسز ايفاليشن فور ريسيرش بيربس. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. كنت حقيقة وزن بس يعني بالبرزنتيشن بتاع حسام. وبالذات لما احنا فعلا كسودانيين عندنا حاجة وعندنا ويا يونيك. البحث بتاع الدكتوراه بتاعنا يمكن يعني مثل في كلامه. أنا حقيقة عملتها في نظرية تتكلم عن اللايبرري انكزايتي اللي هو يعني بالترجمة كده التوتر من المكتبة. طبعا زي ما ممكن يتخيل حاجة زي دي، لكن في أمريكا في باحثة عملت بحث علمي من ملاحظة يعني لاحظت انه في بعض الطلاب بيتجنبوا المكتبه. فبدات تفتش على الظاهره دي وبدات يعني اتخذت عملت ميثودز كثيره انها اكتشفت انه في بعض الناس عندهم انكزايتي من المكتبه. واحده من الاشكاليات انه في ناس ما بيعرفوا كيف يفتشوا عشان يصلوا للمعلومه. فنخش مكتبة فيها 5 طوابق أو 6 طوابق وفي لوست ما بيعرف يصل للمعلومة اللي هو عايزها، بيتوتر لأنه بيخجل يجي يسأل ناس اللايبرري إنه أنا كيف أصل المعلومة؟ بيخجل يقول أنا لو جيت سألته هيقول يعني إنه أنا جاهل. الشغله دي انا يعني قريت عنها ولفتت انتباهي. وهي كانت عملت موديل يعني عملت الكونسيبت ده شرحته وورت العناصر المؤثره فيه. فانا قمت فكرت انه انا ادرس الحكايه في السودان. فالحقيقه استخدمت تو ميثودز. الكلام برضه عن الدكتور يتكلم عن الكوانتيتيف والكواليتيتيف. انا عملت الدايره. انا اديت طلبه اديتهم كراسات وقلت لهم انا عايزكم تكتبوا لي عن شعوركم تجاه المكتبه. وقلت لهم على راحتكم تتكلموا زي ما انتوا عايزين، ده انت نبذوا ناس المكتبه، ده انت شكلوا ناس المكتبه، ده انت عملوا اي شكل، بلا انت تكتبوا بلغه داريه، بلغه اي شيء. المهم انا داير اعرف شعورك شنو انت من المكتبه. وديت الدايره دي وخليت معاهم مسافه سلسلة كامله. انت ما عندك كمان، انت كل ما تخش المكتبه اذا في حاجه كده ازعجتك زيدت من حاجه من تعامل ولا بس اكتبها على شكل تعليق يعني ما ضروري تفصل ولا ضروري عشان ما تكون المسألة. انا حقيقه يعني تعبت تعب كثير جدا في ان انا احلل الدارس يعني. والبحث اخذ مني زمن يعني خرافي. لكن انا في النهايه مرقت بكونسيبت لللايبرري انكزايتي في السودان. يعني انا بعد المجهود اللي عملته ومرقت بالعناصر اللي بتاثر في الزول بتاع المكتبه في السودان، يعني انا طلعت الحاجه جديده خالص بالنسبه للناس اللي انا واثق بها. في توتر في المكتبه بيتم من
من البيرس من الناس اصحابك من الناس اللي معاك في المكتبه الناس الضايق ومن الناس في المكتبه يعني بعد الكون بتاعكم في البار مثلا الزميل ما بيقدر يركز على الكتاب بتاعكم في البار في ناس الضايق من الموظف بتاع المكتبه لانه موظف المكتبه زي العسكري لما انت تشيل الكتاب ده ينفجرك يشغلك كانك انت يعني زلك في واحدة من الحاجات الممتعة جدا يعني هي طبعا في مكتبة وخلت تستلف وكان جدا تستلف يمسك البطاقة من الهيروب ولازم تجيبه الساعة كده وكده فأنا واحد بيحكي لي من يمن قال لي يا أخي مش هنا في بريطانيا فهو كان معانا في ماليزيا في ماليزيا بيقول لك مسموح لك انك تستلف زي 25 مرة يعني قال لي لما مشيت بريطانيا كنت قلت يعني قلت انا فاهم في المكتبات وبعرف يعني فقال قلت له اخر واحد يعني ممكن يستلف كم قال لي as much as you can carry يعني دي واحدة من المفاهيم اللي انا لقيت انه من المكتبة واحد من المسببات للتوتر البيس الضيق بتاع المكتبة ناكل بنتكلم عن الساعة بتاع المكتبة إنها حاجة كبيرة لما بنروح فيها هنا حاجة ضيقة لما ما قدمها يعني المكتبة هنا ضيقة لما ما قدمها الحقيقة زيادة عشان أنا أأكد النتائج بتاعتي كنت عملتها شلت العناصر دي كلها وكنت صرتها في كوانتيتيف مثلا صرتها في سيرفي ووزعته في النهاية أكدت يعني إن أنا خرجت لحاجة تسمى سودانيز لايبرري كونستراكت لايبرري أنزايتي كونستراكت وحاليا نشر هذا المقال نشر هذا الأرتيكل يعني تم نشره الحمد لله أنا حقيقة أقول شو إنه ده كله يا جماعة الحاصل حسي ده ويعني أشكر الدكتور أنور والناس اللي ساهموا هو بالنسبة لكم أنتم برين ستورمينج يعني أنت أفكار بتجيكم وانتوا بتجمعوا منها لكن المجهود الكبير انك انت تقعد في الوطن وتجمع يعني انت ممكن تقعد في هناك كده وتعرف في هناك عبد الله يكون عندك نشر البروسيس دي بروسيس مرهقه واتصل مره تقول انا لا دخلت الموضوع ده شيء حقيقه انت تقعد تقرا المناهج دي كلها تقراها دي الشيوخ دي المكونة دي الشيوخ دي الشيوخ دي الشيوخ وتعرف المناهج استخدمت وتقرا ارتكس وتقرا سيسيس تقراها قراية دقيقة جدا وبعدها تقراها لسه برضه ما فاهم وبتخش البحث انت لسه ما فاهم لكن انت بتتعلم اثناء البروسيس انت اثناء البروسيس بتتعلم الجماعة دول بتتعلموا ما بس قراوا اليوم الاخر لا بتتعلموا البروسيس وزي ما قال لك رجعوك والله رجعوك لما الزيادة تطلع لكن هذا ما بيحصل في السودان عشان كده البحث هنا متخلف ثانيا المسألة بتاعت الجيرنس أنا الرسالة بتاعتي كلها أنا قاعد يعني في اللاب بتاعي هناك في ماليزيا أي يعني مشتركين في مصادر ضخمة جدا أي لحظة أنا لاقي لي أرتكل بخش القاعدة بشوف ودايلي سيس برضه بخش بشوف بلقاها فول تكست اقراها اعرف ازاي استخدم المسج شنو المسج دي كويسه معايا او كويسه كده لكن هنا طبعا واحده من المشاكل الثانيه طبعا اللغه يعني اللغه طبعا واحده من الاشكاليات الكبيره جدا اللي بتحيد البحث انا حقيقه البرزنتيشن بتاعي مختلف عن المقدمه دي يمكن لانه متوقع انه في ناس كتير يتكلموا عن يعني. طيب انا هتكلم عن انه كيف انت تلوكيت كيف تلقى الحاله اللي انت عايزها وكيف تقيمها هل دي فعلا يعني مناسبه لك او هل فعلا ويس انك تشيل منها تضيف لبحثك ولا وكيف انك تصارع يعني. دي واحدة من الاشكاليات بتاعت النشر في النت يعني يمكن نركز على الانترنت لانه
حاليا رجع الترند انه الناس تستخدم النت في انها تجيب المعلومه وفي انه تقرا وتضيف فدي بعض من الاشياء اللي هي اشكاليه كبيره في انه اي زول ممكن ينشر وما في ضوابط تحكم المسائل. طيب في ناس بتخيل انه السيرش انجنز الموجوده دي ممكن تجيب لك اي حاجه. فحقيقه السيرش انجنز دي في جزء كبير من المصادر موجوده السيرش انجنز ما بتقدر تصل لها. ويمكن زي ما انتم شايفين هنا وده الدور المصطلح لانه اللي يسموه ديب ويب او الانفيزبل ويب. يعني في اشياء انت ما تقدر تصلها من جوجل اصلا. في مصادر معلومات انت ما تقدر تصلها عبر جوجل. دي المساحات الشايلها تشوف المقارنه يعني. الاندكسبل ويب اللي هي بتطوف عليها السيرش انجن بتقدر تعمل لها اندكسنج وتجيبها الروابط وتجيبه لك تقريبا 91000 تير بايت. لكن شوف الانفيزبل كم؟ 7000 يعني 7500 تير بايت. ده انت ما قادر تصل لها. طيب الامثله اللي شنو؟ الداتا بيز الموجوده. في داتا بيز موجوده ناس حتى الـ زي الجيرنالز مثلا الجيرنالز داتا بيز زي ما خلوك زي ما بتقدر انت تصل للمحتويات بتاعتها الا انت تخش القاعده بتاعته. لان القاعده بتاعته بتتطلب مثلا يوزر نيم وباسورد. السيرش ما بتقدر تخش تعمل لك العمليه دي. في لايبرري كتالوج بتاع الموجوده في الجامعات الاونلاين لايبرري كتالوج ده انت برضه هي مع جزء كبير من السيرش انجنز ما بتقدر تخش وتديك المعلومات. فانت ممكن تمشي الجامعه تخش اللايبرري كتالوج بتاع الجامعه وتعمل سيرش جواه بتلقى معلومات توصلك لحاجات انت ما تستطيع انك تصل بها لل وهكذا. في انواع كثيره لل داتا بيز. طيب المحاوله اللي عملتها جوجل انه جوجل سكولر بقت تقدر انه تخش بعض الداتا بيز الانفيزبل دي واللي هي اللي بتميز جوجل سكولر عن جوجل العاديه. جوجل سكولر بتخش للداتا بيز الاكاديميه واللي هي متخصصه يعني المجالات العلميه متخصصه. فانت لو عايز بحث علمي عايز تفتش مباشره ما تمشي لجوجل سكولر. لكن برضه ما هي برضه ما كان برضه فيها قصور. دي برضه غالبا من السيرش انجنز اللي هي بتفتش بصوره متخصصه زي الانفوماين زي السيرش انجنز الناس ممكن تطلع عليها. طيب واحدة من الحاجات المهمة برضو أنت كباحث عايز تصل هناك برضو ديفلوب يور انترنت سيرشن سكيلز. يعني برضو دي حاجات معناها دي حاجات ممكن تنزل تتعلمها موجودة. في جايدز موجودة إنك كيف تستفاد القصوى من السيرش انجنز. في سيرش انجنز عندها إمكانيات في السيرش انجنز الثانية ما موجودة. فأنت لازم تقرا الجايدز دي توريك الفوائد بتاعت كله سيرش انجن دي بتخليك تصل لمعلومات اكثر موجوده يعني. في بعض المهارات اللي انت بتكتسبها سامع انت دي من ضمن المهارات اللي انت بتكتسبها يعني. يعني انا زمان كنت بكتب كده شاب يعني براجع لما افكر انت شاب ميثودولوجي وهو بكتب جنبها توبيك لحاجه انا عايزها. يعني انت مرات شابترز كامله في سيسيس كامله بلقاها مباشرة للطبق اللي انا عايزه. ففي مهارات كده انت بتكتسبها من تجربتك انت من محاولاتك انت. مثلا انا دي من الحاجات كنت بشوف انه مرات انا بكون دايما ديفينيشن لكن ما بجيبه من النت لانه النت قد يكون مصدر ما موثوق او في صفحات ما موثوق. انا قاعد اخش جوجل بوكس وجوجل بوكس طبعا بدوك ريفيو
بدون ريفيو، يعني ما بدون ال انت لما تبحث عن حاجه بدون ريفيو. فانا قاعد استخدم التيرمز اللي انا بقدر اصل بيها للمعلومه. يعني دائما بعد انه مثلا الزول لما يدور يعرض حاجه يقول لك مانجمنت ريفيرس تو او مانجمنت از ديفايند از، بكتب الكلمه دي بس كده واعمل لها كوتيشن مارك وبدخلها. فبرجع الريفيو بيجيب لي تعريفات من كتب وكتب ممتازه وكده، فبقوم بشيل يعني بشيل التعريف ده وبضيفه للبحث بتاعي وبعمل ريفرنسنج للكتاب لانه هو اللي موجود. طيب برضه في طريقه انك تفتش الانفيزبل ويب، انك انت تعمل سيرش للداتا بيس، يعني تكتب ديزرتيشن داتا بيس. لما تعمل ديزرتيشن داتا بيس انت بتقدر تلقى قواعد بيانات خاصه بالرسائل الجامعيه، فتقدر تبحث جوا هذه الرسائل. وبالمناسبه لقيت دكتوراه اوبن اكسس ديزرتيشنز، يعني حاليا في رسائل جامعيه مفتوحه ممكن تخش القاعده وتبحث فور فري يعني. ولين اباوت اوبن اكسس ودكتوراه وين الصوت يعني. في عندنا بعض الشعريه اللي هي تحدث عنها الدكتوره اللي هي الغلاء بتاع يعني احنا ممكن دي احد المشاكل اللي انا من لي 10 سنين بحاول فيها ان انا عايز اوفر قواعد بيانات للباحثين لكنها غاليه جدا. والمشكله برضه في المفهوم بتاع المسؤولين، يعني المسؤولين ممكن يدوك 500 مليون للكتب لكن 1000 دولار ما يدوك لها ليش؟ لجيرنال. فحقيقه دي واحده من الشغلات يمكن ذكرتها دكتور رانيا واحده من القواعد تكلفتها 300,000 دولار ل 30 جامعه، يعني الواحد تقريبا تطلع زي 10,000 دولار للمؤسسه يعني في قاعده واحده. فدي واحده من الاشكاليات. فبرضه عدم تدريب اللايبراري، يعني انا جاتني فرصه اني مشيت ماليزيا وقدرت اتطور، لكن هنا بيعتبروا المجال بتاع اللايبراري ده مجال يعني متخلف. انا عندي اخوي مشى يعمل ام بي اي في بريطانيا، فقال لي كل ما اسال عن حاجه يقول لي امشي اللايبراري. ف يعني دي واحده من الشهادات الموجوده. في جهود اتبذلت يعني لانه احنا نقدم قواعد بيانات ذات يعني مرتفعة الثمن. مثلا القاعدة دي من أغلى القواعد الموجودة في العالم، يمكن تكلفتها 30,000 دولار. والشركة فيها جامعة السودان لكن فاتحة الأكسس لكل السودان. لكن في ناس كتير ما عارفين الموضوع ده. فدي في أي جامعة موجود لو مشيت من الجامعة من المكتب المفروض يوريك يديك الباسورد واليوزر نيم. قاعدة كبيرة جدا ومن أشهر القواعد في العالم. موجودة. جلسة برضو عبر شبكة الجامعات برضو موجودة وعبر ايفل. انستيتيوت اوف فيزيك كاميرا دي برضو اشتركت فيها برضو عبر ايفل وعبر شبكة الجامعات كامبريدج جيرنالز. طيب انت كيف تعمل ايفاليويشن للانترنت سورسز؟ يعني زي ما قلنا الحتة اللي انت بتجيب منها المعلومة برضو بتدي الديتيرمز اتس يوسفلنس. يعني مثلا لما تجيب من جوجل ما زي لما تجيب من اللايبرري كتالوج، ما زي لما تجيب من داتا بيس مشهوره وهكذا. الاوثورتي برضه المفروض تعرف الزول الف او نشر الكلام الموجود على النت ده منو، وتعمل جوجل تشوف الزول عنده ابحاث ما عنده ابحاث عشان ما تشيل منه سهل. وبتقدر تعرف برضه من اللينك تقدر تعرف من اليو ار ال انه ده تابع لمنظمه مؤسسه اكاديميه ولا تابع لمنظمه حكوميه ولا شركه ولا كده عشان ما تاخد ساعه. الكفرج والريليفنس بتاع الموقع برضه امبورتنت، تقدر تعرف هل بيقدم معلومات جيده ولا لا. الموقع ده معمول لانه هل معمول لاكاديميين وسكولرز ولا معمول للشغل للجنرالز. البيربوس اوف انفورميشن الموجود بالموقع عندنا تعمل لك
السير الصينية قبل ما تاخد من الحتة لازم تعمل سير شوية. الليفل بتاع اللانجوج هل هو لانجوج يعني ليفل تعبان ولا ليفل يعني هاو اب تو ديت المعلومات الموجودة وهكذا. هل الزول ده عنده في البيوغرافي ولا خدت المعلومة سايب بدون ما اعمل وهل المعلومات دي اكوريت ولا ما اكوريت؟ السبيلينج والجراماتيكال وهكذا. دي برضه دايرة شوية مهارة انك تعرف انه في بايس دي بالذات في العلوم الاجتماعية هل البحث ده يعني ما انه يسند فكرة معينة ولا ما؟ الاكسسبيلتي برضه من الحاجات المهمة. الديزاين بتاع الويب سايت برضه من الحاجات المهمة. في حاجات انا عايز اتكلم عنها اللي هي السيتي سايت، هاو تو سايت، احنا واي دو وي سايت؟ تو جيف كريدت تو اوثرز انك تزور الشيء تعمله ده تسجل له حقه. طريقه انك تلوكيت البحث زي ما قال انه لما كان بيرجع للبيبليوغرافي بيكون بيلقى اشياء بتدل على شنو؟ على اشياء ثانيه. To provide evidence of your research and to avoid. طيب هنا انا بقى اتكلم عن شنو؟ الستايل. ودي يا جماعه حاجه كثير من الباحثين يعني ما قاعدين يشتغلوا بيها. اللي هو انك لما تيجي تعمل ريفرنسنج او تعمل كوتيشن لشيء للارتكل بتاعك لابد انك تدرس الستايل الموجوده وتبني على تعمل وفقها يعني. في ستايل موجوده بيوريك انك لو عايز تقتبس من كتاب، لو عايز تقتبس من جينر كيف، لو عايز تقتبس من شابتر في كتاب كيف، لو عايز تقتبس من فيديو كيف، لو عايز تقتبس من 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 من, من, من قاعده بيانات، لو عايز تقتبس من قاعده بيانات كيف. بالنسبة للناتشورال ابلايد ساينس دي السلايدز العادة يعني الناس بيحبزوها انها تكون تستخدم. اي زول من الناتشورال ابلايد ساينس ساينس يعني المفروض او يعني يفضل انه يستخدم هذه السلايدز. في الهيومانيتيز اند بيرفورمينج اند فيجوال ارتس في الام ال اي والشيكاغو ساينس برضه من المحبذ لهم. السوشيال ساينسز في الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن سايد والشيكاغو والاي بي اس اي. طيب ده نموذج لان انا يا جماعه فحصته واحد من الرسائل الجامعيه دريت ماجستير لما عمل ريفرنسنج بورقه كاتب دبليو 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 وكاتب اسم الموقع بس. لكن انت لو عايز تقتبس من الموقع دي واحدة من النماذج شايف كاتبين المؤلف والعنوان بتاع النماذج في النهاية كاتبين ريتريفت شايف تم يعني ريتريفت May 13 2005 بعدين جاب شنو الموقع ده بالنسبة للـ MAA سايت. الـ MAA سايت في اختلاف لكن في النهاية برضه بيوري انه شال 200 ودي يا جماعه مهمه انه تودي تشيل تعديل ليه؟ لانه الانترنت ممكن الصفحه تختفي. ممكن الصفحه تختفي. فلابد انك تودي اليوم الشتا فيه ال دي مثلا انت اذا عايز تشيل من قاعده البيانات موجوده مثلا بروكويست او ايبسكول حس اتكلمنا عنها دي الطريقه اللي انت تشيل منها في الاي بي اي ستايل مثلا. Retrieve from breakfast, nursing and allied health. فلا بد الزول الباحث ودي واحده من الحاجات بتساعدك انك تنشر لما تكون عارف القواعد اللي انت تنشر بها دي برضه بتسهل لك انه البحث بتاعك يقبل بسرعه. دي مثلا لو يعني اقتبست من كتاب الكتروني ده تطور يا جماعه بتاع الاقتباسات ممكن تقتبس من كتاب الكتروني. وكيف انك تختلص من التويت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور خالد. الله يختم بالتويت.